السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. يا هلا وسهلا وأسعد الله أوقاتكم بكل خير متابعين ومشاهدين قناة سعودي أوتو. حلقة اليوم هنتكلم فيها عن عروض شركة المجدوع للسيارات شانجان موديلات 2023. وإذا حابين تجربوا أو تشتروا أو أي معلومة ما غطناها في حلقة اليوم، أدخلوا موقع saudiauto.com.sa وعبوا الاستمارة تحت عنوان الحلقة ابتلك سيارة أحلامك موديلات 2023، وإن شاء الله حنلبي طلباتكم. العرض ساري على سيارات الاس يو في الرياضيه متعدده الاستخدامات. السياره الاولى اللي هي سي اس 95 بطرازاتها الكلاسيك بلاتينيوم ورويال كلاسيك تو ويل درايف ب 95900 ريال، ما يعادل 25570 دولار. بلاتينيوم فور ويل درايف ب 103900 ريال، ما يعادل 27706 دولار. رويال فور ويل درايف ب 113900 ريال، ما يعادل 30373 دولار. والسيارة CS 95 تعتبر سيارة عصرية وجريئة. الواجهة الأمامية شكل جناح الفراشة تعطي نكهة حضارية حديثة، وتوفر فيها نظام عزل من الضوضاء الموفر للطاقة. والخامات المستخدمة داخل المقصورة جودتها عالية، وكمان شاشة نظام المعلومات والترفيه دقتها عالية تيجي مقاس 12.3 بوصة. والسي اس 95 بلس تتوفر بطرازين اللي هم سمارت وليميتد. سمارت 84900 ريال، ما يعادل 22640 دولار. ليميتد 94900 ريال، ما يعادل 25306 دولار. ومن أبرز مزاياها الخارجية هي موضع الأضواء الأمامية المثقبة LED وفتحة سقف بانورامية، وفي داخل المقصورة عجلة القيادة تيجي بتصميم رياضي، وناقل الحركة يجي بتصميم اليخوت، واللوحة اللي هي تحكم بنظام التكييف تعمل باللمس. والسي اس 35 بلس تيجي بثلاثة فئات اللي هي ترند والسمارت والليميتد. ترند سعرها 56900 ريال، ما يعادل 15173 دولار. سمارت 61500 ريال، ما يعادل 16400 دولار. ليميتد 66900 ريال، ما يعادل 17840 دولار. من أبرز مزايا CS 35 Plus الجديدة كليا، يتوفر فيها أكثر من 38 ميزة جديدة من أحدث التقنيات المتطورة. منهم هذه التقنيات اللي هي متعة القيادة والراحة في الركوب، وجودتها غير عادية، وشبك التهوية الشبكي الأمامي الأسود على شكل درع مستوحى من شكل ذيل الحوت، وفتحات عادم رياضية مزدوجة، والأضواء الأمامية أوتوماتيكية ذكية. ومن داخل المقصورة جودة الخامات المستخدمة استثنائية وأنيقة، وفتحة سقف بانورامية، وعازل ممتاز داخل المقصورة، ونظام تنقية الهواء، ومقاعد جلد، ومساحة واسعة ومريحة. والسيارة CS 85 وسعرها 99900 ريال، ما يعادل 26640 دولار. كابلة الإضافات، مزايا CS 85 الخارجية تصميمها حديث ومظهرها بارز، تصميم الكوبي رياضي وأضواء أمامية جاية بشكل النجم الماسي. ومن الداخل المقصورة مصممة حوالين السائق عشان تعطيه تجربة قيادة رياضية مميزة. والسيارة إيدو بلس تتوفر في أسواقنا بثلاثة فئات اللي هي ترند وسمارت والليميتد. ترند سعرها 51400 ريال، ما يعادل 13706 دولار. سمارت 57900 ريال، ما يعادل 15440 دولار. ليميتد 63500 ريال، ما يعادل 16933 دولار. وأبرز مزايا إيدو بلس هو هيكل السيارة مصمم بأعلى التقنيات. هيكل إيدو بلس بتكون من 65% من المعدن، صلابته عالية، والسطح منحوت بالليزر كمان، وتستخدم هيكل هيدروليكي مساعد. ومن داخل المقصورة أبرز مزاياها تتوفر بتكنولوجيا حديثة عشان تعطيك تجربة قيادة مميزة. والحين وصلنا لعرض شانجان الخاص اللي بيقول امتلك سيارة أحلامك موديل 2023. والعرض بيقول صيانة مجانية لمدة عامين أو 55000 كيلومتر أيهما يأتي أولا، وبدون دفعة أولى، وبدون رسوم إدارية، وخدمات المساعدة على الطريق لمدة عامين.
العرض هذا مقدم بالتعاون مع مصرف الراجحي على موديلات 2023 ما عدا السيفن وهنتر. هامش الربح السنوي هو 3.75% راتب غير محول و2.99% راتب محول. العرض هذا ساري المفعول حتى 13/5/2022 وتطبق الشروط والأحكام. أعزائنا متابعين ومشاهدين قناة سعودي أوتو، أرجو أن تكونوا قد استفدتم بحلقة عروض شركة المجدوعي للسيارات شنجان. امتلك سيارة أحلامك موديلات 2023، وإذا حابين تجربوا أو تشتروا أو أي معلومة ما غطيناها في حلقة اليوم، أدخلوا موقع saudiauto.com.sa وعبوا الاستمارة وإن شاء الله حنلبي طلباتكم. ولا تنسوا وضع جوالاتكم على الصامت خلال القيادة، لأن الرسائل النصية والمكالمات الهاتفية من أكبر المسببات للحوادث. حط جوالك على الصامت وقد بأمان، واحترم حق الآخرين على الطريق. وفي الختام ما بقي إلا خير الكلام. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.